يقولك كده على السريع، احنا ولا البلد؟ كلنا هنتصفى مع بعض، كلنا هنحب بعض. هرجع تاني واقول سريعا، ننزل يوم الجمعة الساعة 7 نرقص ونلعب، شرطة وجيش وشعب والليبرالي واخواني، كلنا نبوس بعض. خلاص احنا نتصالح، كل واحد ليه فكر، ولكن الاغلبية للشعب يختارهم مش يختاروا، يديرهم. ولو زعلوا بعد يوم بعد 2 يمشوه، بعد اسبوع. ده الشعب، اوعى تحترموا دستور يقول لك يجي واحد يقعد 4 سنين ولا 5 سنين ولا سنه. افرض احنا اخترناه يقعد 4 سنين، طلع بعد اول سنه كويس، ثاني سنه طلع زفت، نستحمله 3 سنين يوقع بلد ولا سنتين يوقع بلد؟ ده غلط. القرار للشعب، تنزلوا. هي يعني ما تنزلوا يوم تتفقوا مع بعض كلكم وتنزلوا يوم، والسوشيال ميديا والدنيا كلها بتوصلنا لبعض. خلاص اتفقنا، ننزل وما نخافش. ما ينفعش الشعب يخاف من مؤسسة، ما ينفعش الشعب يخاف من رئيس دولة. ليه بقى؟ اسمع يا سيسي الحتة دي عجبتني، مع ان نجيب سورس اللي عمله انا زعلان منه عشان رجل اعمال واستثمر فلوسه في حاجات غلط في البلد. عمل حاجات حلوة، عمل حاجات وحشة، بس عمل اغنية دي حلوة قوي، هسمعها لك يمكن تفهمها. يا سيسي اعرف احنا مين. عايز تشوف الناس انزل وروح السوق، انزل وروح السوق، السوق تشوف الاصيل وتشوف الاصيل. طبيق السوق، طبيق السوق، يكفيك شر اللي بعد ساعة الظروف ما تسوق. لما ظروف تسوق تظبط الانتصار وتنسى الست اللي بتاكل من الشارع من الزبالة يا زبالة. احنا جينا سلام كبير اول انت محل كل حته في اي مكان صاحب جدع. بس انا حالك اهو تعيش جدع وانت الكسبان. وسع 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 ولاد البلد يا حمار. احنا الشعب، احنا القاعده العريضه. جدعان عاملين حلبان في اي حته مبل جدعان والوش الوان يعني صح 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 نظهر وقت الجد. كفايه بقى رساله من هاشتاج انت بتاع الامارات، كل الشعبيين بيقول لك كفايه بقى، كل مصر بتقول لك كفايه بقى. وسع 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 خلاص كده. انزلوا يوم الجمعة الساعة 7 ارقصوا وهيصوا، وخلي العالم يصوركم، واطلبوا من العالم ان يصوركم، وانتوا الحكم ما بينكم وبين السيسي. واذا ما اتحركتش قسما بالله لا هنزل لك مصر، هقطع تذكرة يوم الجمعة وهنزل مصر. ولو الشعب المصري رضى ان يسيبني ان السيسي يقبض عليا او يخلص عليا، متشكرين يا جدعان.